امرأة تزوجت عند محامي وتم كتابة جميع الحقوق في العقد، وعقدت وبدون ولي لأنه ليس لها من يتولى لها، ولم تستطيع العقد عند المأذون لأنه سيسجله وتنفق معاش أبيها على أولادها الصغار، هل الزواج صحيح؟ هذه المسألة مدعاة للشر والفساد. امرأة تدعي أنه ليس لها ولي وبدأت تزوج نفسها لشخص، بعدين يطلقها الشخص تزوج بآخر ومشي على هذا المنوال، وطبعا هذا له سلبياته. أولا كيف نضبط الميراث؟ نضبط الميراث إذا ماتت ليس لها ميراث، وإذا مات ليس لها ميراث. كيف ننسب الأولاد؟ يتفقان على ألا ينجبا. هذا من العائلة التلاعب. نحن إذا قلنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، طب عندنا أيضا فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فتتزوج عند المأذون لضبط الحقوق. أما هي بالطريقة التي تفعلها هي تسرق الدولة، لأن الاتفاق بين في أنظمة التأمينات أنه ينفق عليها ما لم تكن ذات زوج، فهي تزوجت وأخفت، فهو غش أيضا للدولة في هذا الصدد.